صباح الخير وسعادة وتفاؤل على حضراتكم. النهاردة فقرتنا الأسبوعية اللي بنتقابل معاكم فيها يوم الجمعة، ويا رب إن شاء الله تكون الفقرة النهاردة فقرة مفيدة وتنال إعجابكم. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير عليك يا سحر، وصباح الخير على كل سادة مشاهدين برنامج ميديا زوم ومشاهدين الصحة والجمال. صباح الخير يا جماعة، النهاردة يا رب يكون حلقتنا برضو يا جميلة رب ومثمرة إن شاء الله. ليها علاقة بشخصياتنا وحاجات كده، بس أنا مش هغششكم. لا أنا اللي هقولهم. اكيد طبعا كلنا شخصياتنا بتحيرنا، يعني اكيد في كتير مننا بيبقى مش عارف شخصيته ولا فاهمها، وطبعا مش فاهم شخصيات اللي حواليه. علشان كده النهارده قررنا ان احنا نستضيف معانا ضيفه هتفسر لنا وتقول لنا احنا مين واللي حوالينا مين. هيكون معانا النهارده ويشرفنا استاذه فاطمه امام، اخصائي صحه نفسيه وتعديل سلوك، معتمد من جامعه عين شمس، ومستشار نفسي واسري، ومن مركز البدايه الطبي للمخ والاعصاب والطب النفسي، وكوتش علاقات معتمد من ICF، ومدرب معتمد من وزاره الخارجيه، وكمان اتدربت بمستشفى الثقه لعلاج الادمان والاضطرابات النفسيه. ما شاء الله يا استاذه فاطمه، السي في عامر بالتخصصات والخبرات. صباح الخير. صباح النور عليك. السي في مشرف فعلا. صباح الخير على حضرتك استاذه فاطمه، منورانا النهارده، وان شاء الله باذن الله تفيدينا بمعلومات كده تبقى حلوه جدا، لان في ناس بتبقى قبل ما تتعرف او تحاول تعرف اشخاص، يعني شخصيات الناس اللي قدامها، ساعات ممكن الواحد يبقى مش عارف شخصيه نفسه في الاساس. فخلينا كده نعرف الاول خالص، هي الشخصيات كم شخصيه وانواعها ايه وهي عباره عن ايه بالظبط؟ الاول ارحب بيكي واستاذه سحر، وسعيده جدا بوجودي معاكم النهارده، وسعيده بالمشاهدين معانا. ان شاء الله النهارده نتعرف على انواع الشخصيات. هم اربع شخصيات. تمام. بنقول ان في شخصيتين اساسيين بالنسبه لي، اللي هو الشخص العملي والشخص الاجتماعي. الشخص العملي والشخص العاطفي. تمام. وبعدين ممكن العملي دوت ممكن يكون عملي اجتماعي، وممكن يكون عملي انطوائي. يعني بناخد كده ايه من صفه من يعني من ده، يبقى جامع بين الاثنين شويه كده وشويه كده. حلو جدا. لا هو لا، اما هيكون عملي اجتماعي لا اما هيكون عملي انطوائي. دي شخصيه ودي شخصيه. يبقى كده عندنا شخصيتين قلناهم في العمل. تمام. طب ايه مواصفات بقى كل شخصيه من دول عشان نعرفهم؟ في بقى لسه شخصيتين تانيين، اللي هو الانطوائي العاطفي الانطوائي او العاطفي العملي. تمام. العاطفي الانطوائي او العاطفي الاجتماعي. تمام. مواصفاتهم ايه بقى؟ مواصفات كل شخصيه فيهم عشان نبقى عارفينه بقى لما نقابلهم، نعرف ان ده انطوائي، ان ده عملي، ده اجتماعي. بالظبط كده. نبقى عارفينه. الشخص العملي، العملي الاجتماعي، هو بيكون ليه كاريزما، بيوصل للاهداف بسرعه، هو بيكون محقق هدفه، محدد هدفه. فاول ما بتظهر الفرصه قدامه فهو بيقتنصها. عملي بقى. عملي. طيب احنا كده قلنا ايه؟ الانطوائي صح، قلنا العملي، العملي الاجتماعي. العملي دلوقتي بنقول العملي الاجتماعي. تمام. قلنا هو العملي بقى اللي هو الانطوائي. قلنا هو منفتح، هو بيقدر يتواصل مع الناس بشكل افضل، بيشغلهم من غير ما يحسوا، بطريقه لبقه يعني وسهله وبسيطه. ده العملي الاجتماعي. العملي الاجتماعي. تمام. طيب العملي الانطوائي بقى، باين انا مستغربه يعني ازاي عملي شخصيه يعني عمليه وهي اصلا الانطوائي ده اللي هو يعني بيتزق عشان يعمل حاجه. بالزبط. لا بالعكس، هو الانطوائي هنا هيكون بس مع الناس، لكن ملوش دعوه بالعمل. يعني هو هنا مش بينجز، يكون علاقات علشان خاطر هو شخصيه عمليه عايز يوصل مثلا او يحقق كارير او هدف معين. العلاقات دايما بتفيد. هو ممكن يشتغل وظائف معينه يعني تساعده على تحقيق هدفه، بس مع نفسه. لا بس انت عارفه ان يعني يا استاذه فاطمه، كلمه انطوائي دي على فكره، ده متهيألي الانطوائي ده بيشتغل اكتر لانه مركز مع نفسه، ويعني زي ما نقول كده ايه، عايش مع نفسه. اللي هو بيبقى قاعد كده سهنه كده، فاهم كل حاجه ومركز في كل حاجه. يعني هو فعلا بيكون يعني ما فيش حاجه بتعطله، يعني هو يعني ما فيش مشاعر بقى حد هيأخره او هيعطله على ماشي في طريقه على طول. يعني هو كمان وهو بيشتغل مش هيزهق من الشغل اللي هو بيعمله، لان هو ممكن يقعد فتره طويله جدا من غير ما يتحرك، من غير ما يكون عايز يغير. بيحب الروتين، فده مش هيعطله عن اداء شغله. بالعكس، ده هيوصل بشكل اكتر، وهو كمان من الشخصيات اللي بيحب الاتقان جدا. طيب التفاصيل كده. روح بقى العاطفي بقى. كده العاطفي برضو فيه نوعين صح كده؟ العاطفي نوعين. عاطفي، قلنا عاطفي اجتماعي وعاطفي انطوائي. تمام. ماشي. العاطفي الاجتماعي
خلينا العاطفي الاجتماعي اول حاجه نعرف مواصفاته، يعني مواصفاته ايه او ايه الصفات يعني اللي بيتميز بيها. بنعرفه ازاي يعني حياته بيتعامل ازاي في الحياه؟ ماشي، هو قلنا الشخص العملي هو مع الشغل، هو والشخص الانطوائي. الشخص الانطوائي والشخص العملي هم مع دول الشغل. يعني تحقيق لهدف او المواصله او ازاي يوصل لهدفه. لكن الاجتماعي والعاطفي هو مع الناس اكتر. يعني بيفضل او قبل حاجه عنده اول حاجه بالنسبه له ان هو يتواصل مع الناس اكتر. فهتلاقيه اللي هو العاطفي دوت، العاطفي الانطوائي هو بيساعد الناس قريب، محب يعني العمل الخير يعني، ومحب العمل الخير. بس بيتاثر بالناس، هو عاطفي بقى يعني بيتاثر بالناس والتصرفات اللي حواليه. تعطلوا عن العمل عشان هو فعلا شخصيه يعني، هو قلنا بيقدم الناس او العلاقات عن العمل. ده ينقلنا بقى لسؤال تاني، ان هل الصفات اللي ممكن تبقى ظاهره للناس في العموم يعني ان هي صفات ايجابيه، هل ممكن الصفات دي تعود على صاحبها بالسلب بالعكس، يعني ما تجيش بشكل ايجابي؟ ممكن احيانا لو الصفات دي زادت عن حدها. زي ايه مثلا؟ يعني لو هنضرب مثال لكل شخصيه. في صفات بتكون ايجابيه جدا في الشخص، بس لو هي زادت عن حدها بتقلب خالص للضهر زي ما بيقولوا، ان احنا محتاجين يعني حتى لو ايجابيه بتتقلب تبقى بتضره بعد كده. اكيد هو توازن في كل حاجه فعلا. زي مثلا العملي، زي الشخص العملي. هو الشخص العملي قلنا محب للشغل جدا، بس كده مش هيبقى له علاقات اجتماعيه، مش هيبقى عاطفي، مش هيحس بالناس اللي حواليه، مش هيحس. وغير كده هو محتاج يكون متوازن في جميع الشخصيات، ان احنا مش في شخصيه واحده. ان احنا لازم نتقلب بين الشخصيات ديت بحيث ان احنا نتوازن. فالشخص العملي هو محتاج يكون اجتماعي او يكون عاطفي مع اهله، مع مامته وباباه، مع زوجته. فبيكون يعني هو اللي بيقعد عليه بالتعاسه اصلا في الاخر خالص، بيحس ان العمر فات وما عملش حياته وما استمتعش بوقته. طب دلوقتي الشخصيات دي كلها ليها طريقه تصرف او يعني زي ما بنقول لغه، يعني لغه جسد، يعني نعرف منها ان ده عاطفي ده اجتماعي. يعني في بس الاول النقطه اللي هي بتاعت كل شخصيه ليها الجانب الايجابي بتاعها. الجانب بتاعي زي العاطفي مثلا قلنا هو متساهل كتير، فما بيحبش يعمل مشاكل. فده قلنا ما بيخليهوش يكون مبادر مثلا، او بيكون بيتاذي كتير وما بيعرفش يدافع او يقول لا، او حد بيجي عليه كتير بيتساهل يعني في حقه، ما بيحاولش ان هو يسترد حقه او يصارع لا المره دي هعمل وقفه او الكلام ده كله. لا بينسحب. بينسحب دايما، بيستسهل وينسحب. فهو محتاج في النقطه دي يواجه، يعني يتعلم المواجهه. والشخص الانطوائي هو برضو محتاج قلنا ان هو يكون اكثر اجتماعيا او يكون قريب من الناس عشان يعرف يتعامل مع الناس ويعرف يتصرف في المواقف المختلفه. يعني اكيد لو انطوائي مش هيعرف يتصرف في حاجات كتير. بس هو عنده نقطه تانية، جلد ذات، عشان قلنا هو بيحب جدا، دايما بيلوم نفسه، بيلوم نفسه عشان هو عنده الاتقان والجوده، يعني حاجه اساسيه بالنسبه له. هي ممكن تكون جلد الذات ده اصلا سبب في الانطوائيه، يعني اللي هو علشان ما اجلدش ذاتي فانا مش هتعامل، فانا ايه عشان ما يختصر الطريق يعني، بالظبط كده مقصر يعني. خليني في حالي وانا مالي. مهما عمل بيحس ان هو مقصر. فبيبقى عايز، عايز احسن حاجه، يعني عايز الصوره المثاليه لكل حاجه. بس هو في الحقيقه ما فيش حاجه مثاليه يعني، ان احنا مش هنوصل للكمال، يعني ان هو نقدر ان احنا بشر ونحاول نقبل الوضع اللي احنا فيه. طب ايه لغه مع السعي يعني لغه الجسد بقى، يعني اعرف ازاي ان الشخص ده انطوائي او اجتماعي او عاطفي؟ يعني في تصرفات معينه او طريقه معينه بتتصرف بيها، اللي هو انا قابله في حته اقول ده كذا، اعرف ده الشخص ده كده، ده اجتماعي. مع ان الاجتماع بيبان جدا يعني، بيبان عيشه كده، تقول عيشه الحبوب اكيد. هو قلنا الشخص العاطفي هو هادي، والشخص العملي هو سريع، والشخص الانطوائي سريع عايز يخلص بسرعه. فبيقول انجزي يعني، هو يقول لك انجزي على طول، قولي انت عايزه ايه، هاتي من الاخر. بالظبط كده الخلاصه. مش لسه نقعد ايه بقى ايموشنات وكده. طيب العاطفي، العاطفي الاجتماعي لغه الجسد بتاعته بتبقى عامله ازاي؟ لان الاجتماع احنا قلنا الاجتماع بيبقى سريع شويه. قلنا عاطفي ده، عاطفي واجتماعي ده الاثنين عكس بعض يعني. لا ده الاثنين يعني مع الناس، ده في حته وده في حته. الاثنين مع الناس. قلنا كمان ان الانطوائي بطيء وان الاجتماعي سريع. فتخيلي بقى لو هو مع بينهم ازاي. قلنا لو هو عملي واجتماعي فهيبقى يكون سريع جدا. ولو هو كان عاطفي وانطوائي هيكون بطيء جدا.
هيكون بطيء جدا جدا، اللي هو ايه يعني ده هيفضل في مكانه لو ما حدش حركه وخلاص مريح بقى لغايه ما حد يجيله. بس هو ده بقى ان في مهارات بقى بتكتسب يعني لو هو شغال على نفسه في الكورسات اللي احنا بنديها او كده، ان هو بيبقى في وعي بقى للشخص لنفسه ازاي يطور وازاي يعرف يتعامل من نفسه. طيب انا اتعامل بقى مع الشخصيات، مع كل شخصيه ازاي؟ لاني لو انا مثلا بتعامل مع ولادي او بتعامل مع زوجي او انا مديره وتحت ايدي مثلا في يعني موظفين عايزه اطلع احسن عندهم، او اتجنب شر مديري يعني مثلا، اتعامل مع الشخصيات ازاي؟ في نقطه بس في لغه الجسد، اذا كان هو لو كان عملي قلنا هيكون سريع جدا، هيكون عايز يحقق اهدافه، هيكون صوته عالي، هيكون بيتحرك ايده كتير. لكن العاطفي هيكون بطيء، هيكون صوتي واطي، هيكون يعني هادي كده في نفسه رزين. او رزين يعني حكيم كده اكتر الانطواء بيكون رزين اكتر وشكل رسمي اكتر. لكن الاجتماعي هيكون قلنا حر ومنطلق ومغامر ومبتكر، بس عنده ثقه في نفسه او مش شرط. كل الشخصيات ممكن تكون عندها ثقه في نفسها، مش شرط يعني شخصيه يعني معينه ملهاش علاقه. لان انا كنت فاكره ان دايما الانطوائي ده بيبقى ما عندوش ثقه في نفسه. لا هو بس يعني فكره ان هو مش عايز يختلط كتير. يعني هو بيحب الهدوء، مش ان هو ما بيحبش الناس. لا هو بيحب الناس بس بيحب الهدوء اكتر. طب مين فيهم بقى احلى شخصيه؟ يعني لما اقول بقى ان الشخص يعني الشخص ده انا لا ده شخصيته حلوه، انا اتعامل مع الشخص ده عشان ده كذا، ولا مش شرط يعني مش هي في نقطه بقى في النص. يعني ان احنا هنلم كل الشخصيات ونجمع مزاياها ونحاول نوصل للتوازن، لان في مواقف بتحتاج مني ان انا اكون ساعات اكون هاديه، محتاجه اكون سريعه وعايزه بس مش خلص. اي شخصيه تقدر تعمل كده يعني، في اكيد الشخصيه العاطفيه يعني بيغلب عليها كده، الشخصيه الانطوائيه بيغلب عليها كده. ما هو ده الوعي بقى. يعني هنا ليه فايده الوعي وليه فايده الكورسات اللي احنا بنديها او الوعي الذاتي دوت، ان كل واحد يعرف هو ايه ونفسه يتطور فيه. دي بقى كلها مهارات بتكتسب. يعني مفيش حد بيفضل ثابت كده على يعني الفطره او طريقته او طبيعته. بيفضل ثابت على شخصه. يعني تلاقي واحد كده من اول ما عرفتيه لغايه دلوقتي ما اتغيرش، وفي ناس بتتغير وتتطور. يعني معنى كده ان كل واحد مثلا ما بيفضلش محبوس جوه الصفات بتاعه شخصيته، ممكن يخرج يكتسب صفات او يكتسب صفات ثانيه. هو لو ما خرجش من مزاجه هيخرج غصب عنه بالخبرات اكيد، من التعاملات في الحياه بالزمن. لا بس برضه يعني انا بحس في ناس ان مهما يقابلوا مثلا اشخاص يؤذوهم فيرجعوا يسامحوهم. انا يعني اعتقد ان بيبقى يعني طبعه بيغلب عليه ما بيقدرش يتغير. ما هي في بقى يعني ان احنا بنعمل جلسات خاصه يعني بيدرب نقطه الضعف عنده في ايه، وان التدريب ده بقى بياخد وقت معايا فهو بيحتاج للجلسات دي. تمام. طيب لو هنروح بقى لغه الحب، الناس بقى دي مشاعرهم بيعبروا ازاي بقى؟ كل واحد بيعبر ازاي عن مشاعره في الشخصيات دي؟ ممكن نقول ان الانسان العملي هيكون عايز اكتر يعمل افعال، مش عايز يتكلم كتير. فهو ان انا اوريك افعال بتدل ان انا بحبك. الشخص الانطوائي قلنا هو بيحب قوي التقدير. يعني ما بيحبش، بيكون اكتر ميزه بتميزه ان هو محتاج للتقدير او بيقدر اللي قدامه. طيب هو المفروض ان احنا فقرتنا للاسف خلصت واسئلتنا احنا لسه عايزين نعرف كل الناس اللي حوالينا، ما لحقناش بالظبط. كنا عايزين نعرف كمان الوظايف المناسبه لكل شخصيه بس للاسف يعني برحب يعني بحضرتك طبعا، وبحب ان انا اختم حلقتنا واقول لحضرتك نورتينا. هنتقابل ان شاء الله اكيد عشان نعرف بقيه الشخصيات اللي معرفناش ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير ان شاء الله الحلقه القادمه، وانتظروا بعد الفاصل مع فقره اخرى من ميديا زوم.